فسواء قال لك طارق ويجي دلوقتي يعمل ايه. المهم يعني ربنا كرم جدا جدا جدا. و طب بص يا طارق كده معلش، دي لقطه يعني انا عايزك تسمع اللي بيتقال. يمين شمال تعالى يا غنام، يمين شمال بنحبك يا غنام. يعني العو اهو جماهير النادي الاهلي يا جماعه، بجد والله العظيم يعني يعلم الله مدى حب الواحد ليهم، وان هو كان نفسه يعمل لهم اكتر حاجه ممكن تبسطهم في الدنيا. الحمد لله ان الواحد يعني متهيألي اللقطة دي محفورة في ذاكرة ناس كتير، والحمد لله يعني بشكرهم كلهم وكل الناس اللي ساهمت إن الواحد يبقى طالع بالمستوى ده. الحمد لله رب العالمين. طارق دي دموع يعني حب للنادي الأهلي ولا دموع فخر بتاريخك؟ يعني أوصف لي شعورك اللحظات دي بتبقى. لا طبعا يعني قلت لك خاصة ان انت كنت طلعت لظروف معينة وبترجع وربنا بيكرمك قدام الناس دي كلها وقدام مصر كلها كانت متابعة، حتى الفرق التانية وكلموني ومبروك فالحمد لله. طارق انت، انا كنت قبل الفاصل بقول ان النادي الاهلي له اسلوب معين في الدخول ليه.